وصلنا مشاهدينا إلى فقرة فنون، وضيفتنا لليوم مخرجة ومنتجة استثنائية في أفكارها واختياراتها، قررت أن تصنع نجاحها في عالم السينما والدراما، فباتت اسما بارزا في صناعة الترفيه العربي. تؤكد على أن الاجتهاد والصبر هو طريق النجاح، وهذا ما سارت عليه خلال مسيرتها الفنية التي حققت من خلالها العديد من النجاحات، سواء في الإخراج السينمائي أو في التلفزيون أو حتى في عالم الكليبات الغنائية. ضيفتنا المخرجة نهلة الفهد بعد محطاتها الفنية في التقرير التالي. تتميز المخرجة والمنتجة الإماراتية نهلة الفهد بأسلوب خاص في أعمالها السينمائية والتلفزيونية، وتجسد اختلاف رؤيتها في العديد من المسلسلات والأوبريتات والأفلام، منها مسلسل دموع الأفاعي، ومسلسل ساعة الصفر، ومسلسل حرب القلوب، وفيلم حجاب، وأوبريت الولاء والانتماء، وشغلت العديد من المناصب الإدارية في القنوات التلفزيونية، كما كانت عضوا في عدة لجان تحكيم للمسابقات، منها BBC First Ever Small Screen عام 2018، وجائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة. حصلت الفهد على العديد من الجوائز، منها جائزة سيدة للإبداع والتميز عام 2016، وجائزة مهرجان أوسكار للفيديو كليب عام 2009، كما نالت لقب شخصية العام الإخراجية الفنية عام 2019 من الفيدرالية العالمية لهيئة أصدقاء الأمم المتحدة، لتظل نهلة الفهد خير مثال لتفوق المرأة الإماراتية في كل المجالات. المخرجة نهلة الفهد حاصلة على ماجستير في الابتكار وإدارة التغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية، وبكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق من جامعة دبي، والدبلوم الوطني العالي في التسويق الإعلامي والإعلان من كلية دبي بوليتكنيك، وهي المالك والمؤسس لبيوند استوديو. أرحب بضيفتي المخرجة نهلة الفهد عبر خدمة زوم، نقول ألو. أستاذة نهلة، مرحبتين. شرفتي بجهال. يا هلا أستاذة نهلة، شرفتينا في استوديو الظفرة ولو على بعد الشاشة الإلكترونية. شرفنا بتواجدك اليوم في استوديو الظفرة. أتشرف تواجدي معكم اليوم، صحيح مثل ما نقول عن بعد، ولكن القلوب قريبة إن شاء الله. إن شاء الله. والبداية ويا فيلمك الجديد تحت الشمس 2. الفيلم أستاذة نهلة يعد أول فيلم إماراتي من صنع الجمهور، فشو تقييمك للتجربة، وهل هي مخاطرة أم ثقة بالجمهور؟ في البداية أحب أنوه وأقول أن اسم الفيلم هو مو بتحت الشمس، وما أعرف يعني تحت الشمس 2 هاي بعد بصراحة. يعني الفيلم هو له عنوان ثاني إن شاء الله قريبا بنعلن عنه بإذن الله تعالى. اسم تحت الشمس هي كانت التحدي اللي حطيناه نحن لجميع المشتركين اللي شاركوا معنا في التجربة الإماراتية اللي كانت بدعم من مدينة الشارقة للعجنس. وأكيد إن هذه التجربة إلها تحدياتها وإلها ظروفها وإلها حلاوتها، مثل ما نقول، بما إن هذا الفيلم تم يعني مثل ما نقول إن استمديناه من الجمهور، من كتابة الجمهور اللي شارككم معنا في هذه التجربة الفنية. ولكن أحب أبشركم إن التجربة كانت جدا ممتعة، والفيلم إن شاء الله يبشر بالخير. ننتظر بس شوية الظروف إنها تروق مثل ما يقولون، ونرجع إن شاء الله للسينمات وينعرض وينال على الاستحسان الناس إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إنزين، إذا بيتم الإعلان عن اسم الفيلم قريبا، ولكن كيف كانت يعني العمل على هذا الفيلم بمشاركة الجمهور؟ كيف اختلف عن أعمالك السابقة؟
طبعا اللي يفرق في هذه التجربة، ومثل ما قلنا ان هذا اول فيلم من صنع الجمهور، طبعا خلال العمل في التجربة الفنية الإماراتية لمدة عام كامل تم تأسيس فرق تشارك في هذه التجربة، نعم وكل فريق طبعا كان له كاتب في فريقه، ومن ضمن العضو الملهم اللي كان مشارك معنا إلى يعني بجانبي وبجانب الدكتور حبيب غنون، طبعا الكاتب الإماراتي المبدع محمد حسن أحمد اللي كتب أول 10 دقائق من الفيلم، وبعدين بدأوا الفرق يكتبون ال10 دقائق التالية ويشرف عليهم، وبذلك استمرينا لين نهاية الفيلم، وكان كل فيلم طبعا يختلف في نهايته عن الفرق الثاني. كان عندنا نعم 30 فريق، فتخيلي كان عندنا 30 فريق، عدد كبير من الفرق. فلهالسبب نعم تجربة مختلفة. تجربة مختلفة جدا عن اللي سبقه. طبعا أظن كثرة هؤلاء الفرق زاد الفرق زاد من كمية الإبداع والأفكار الموجودة في الفيلم. أستاذة نهلة، ممكن تخبرينا أكثر عن فكرة الفيلم أو الرسالة أو قصته؟ طبعا هو فيلم اجتماعي تشويقي درامي من بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم أنا ما أبغي وايد أفضح قصة الفيلم، ولكن أقدر أقول إنه مختلف عن الأفلام الإماراتية اللي تم تصويرها وطرحها في السينمات وأيضا في الشاشات. أتمنى يا رب إنه بس ينزل الفيلم الناس تحضر وتشوفه، وأنتم بعد تحضرون إن شاء الله الفيلم، وإن شاء الله تكون الفرق فيه إن شاء الله. إن شاء الله. هو مختلف عن الأفلام السابقة، يعني من أي منظور؟ هل منظور الإخراجي، الإبداعي، القصة، التمثيل؟ أقدر أقول كل شيء. طبعا نعم اللي أقدر أخبرك عنه يعني هي قصة دارت، أو الشيء اللي حركها هو قنوات التواصل الاجتماعي، نعم فما أبغي أتكلم أكثر عنه. وطبعا مجهود جميع فريق العمل وكل الفنانين النجوم الإماراتيين اللي شاركوا في هذا العمل عطوا طابع جميل لهذا الفيلم، وأرجع وأكرر أنه مختلف، وإن شاء الله يا رب أن ننال على الاستحسان. إن شاء الله يا رب. أستاذة نهلة، بالنسبة لتأثير مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا منصات المشاهدة الإلكترونية اللي انتشرت الحين، أثرت أو ممكن نقول أدت إلى تحور في الصناعة السينمائية وأيضا الدرامية، هل هذا الشيء ساعد صانع المحتوى إن كان منتج أو مخرج أو ممثل؟ أكيد بالطبع قنوات التواصل الاجتماعي يعني أثرت على الصناعة، ولكن الفيلم يبقى فيلم والدراما تبقى دراما. قنوات التواصل الاجتماعي ساعدت في صناعة محتوى، ولكن هذا المحتوى مثل ما تقولين يعني في دقائق معدودة. نعم أثرت من ناحية أن الواحد ممكن أن يعني ياخذ قصص من ايضا قنوات التواصل الاجتماعي، ينشر فيلمه او دعايه، يسوي دعايه لفيلمه او للمسلسل الجديد او اي عمل كان من خلال قنوات التواصل الاجتماعي. ممكن يصير في تعارف ايضا بين كاتب ومخرج ومدير فني وغيره ايضا عبر قنوات التواصل الاجتماعي. فطبيعي طبيعي قنوات التواصل الاجتماعي اثرت في، أنا أشوف، في جميع المجالات وليس فقط في المجال الفني أكيد والثقافي. نعم. وأيضا نشوف هنالك تقدم للمرأة الإماراتية في جميع المجالات ومنها المجال الفني، فكونت واحدة من أنجح النساء الإماراتيات في هذا المجال إن كان محليا إقليميا أم عالميا، شو نوع التحديات اللي الحين تواجهها المرأة في هذا المجال بالتحديد؟ لله الحمد ان نحن في دولة الامارات مثل ما قلتي المرأة الاماراتية اثبتت مكانتها وتواجدها في نعم كافة المحافل، سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي. بصراحة قمنا نحس ان نحن ننافس نفس، ما قمنا نشوف للتحديات
مكان بيننا، أو إنها تكون أو أي سبب إنه يعرقل أو يعيق من حركتنا ونشاطنا في هذا المجال. أستاذة نهلة، هل بنشوفك في أي تعاونات خلال هذا العام ويا أي أحد من الفنانين في الأغاني المصورة؟ طبعا طرح من فترة بسيطة تقريبا في أول شهر 8 عمل جديد يجمعني بالفنانة والأخت والصديقة ديانا حداد، عمل أوجه لها بعنوان تحية. مش راح نختلف. صورناها شوي بظروف مختلفة، كنا في إجازة بصراحة، كنا في باريس، وأنا دائما لما أسافر أشل كاميرتي معاي وأشل العدة معاي، لأن أحب أصور سفراتنا ورحلاتنا. فكان مضمون التصوير أصلاً ما كان إن ينعرض، كانت هذه المواد فقط إلنا نحن للأرشيف أو للتجميع. ولكن لما سمعت الأوديو وحبيت الأغنية، بعدين طلبت من إدارة أعمال ديانا، يعني من وراها طلبت الأغنية الأوديو ومنتجت الكليب، اشتغلت عليه، وبعدين فاجأتها فيه، طرشت لها إياه، حبته وقالت لي خليني أنزل الأغنية فيديو كليب. قلت لها اللي ريحت يعني. فهذا كان آخر تعاون نعم، بالنسبة للفيديو كليب، وإن شاء الله يعني في حديث إن شاء الله عن عمل آخر بإذن الله. وأيضا في عمل الحين قاعدين بعد نرتبه ونجهز إن شاء الله لليوم الوطني إن شاء مع الله. أيضا فنانين إن شاء الله من دولة الإمارات. إنزين، هل ممكن نشوف أستاذة نالة الفهد في عمل إخراجي لعمل ممكن يكون عربي مصري مغاربي من بلاد الشام أو حتى عالمي في المستقبل؟ والله أتمنى، طبعا هذا هو الهدف، وإن شاء الله بس تسنح لي الفرصة. ولكن همي الحالي هو النهضة بالسينما الإماراتية، والسعي إن شاء الله إن السينما الإماراتية توصل لأعلى المراتب وتوصل لجميع المشاهدين من كافة الجنسيات ولكافة أقطار العالم. ونحن نتمنى لك التوفيق الأستاذة العزيزة وضيفتنا العزيزة المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، شرفتينا ونورتينا في استوديو الظفرة.